السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نديرو فيها الصفحة 16 من كتاب المتعلم والمتعلمة منهل النشاط العلمي المستوى الخامس ابتدائي. إذا من بعد ما تعرفنا على الجهاز الدوراني وأعضائه ودور هذه الأعضاء، اليوم إن شاء الله غادي نتعرفوا في الحصة 6 دائما الجهاز الدوراني، أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، les causes des maladies du cœur et des vaisseaux sanguins. إذا غنتعرفوا شنو هما الأسباب اللي كيجعلوا القلب كيمرض، يعني أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، لأن كنسمعوا بزاف في العائلات ديالنا بأنه كاين الناس مريضين بالقلب. بغينا نعرفوا شنو هي الأسباب اللي كتؤدي إلى مرض القلب والشرايين أو الأوعية الدموية. إذا من طبيعة الحال غادي نبداو بركن ألاحظ، يعني هنايا كاينه واحد الجملة ديال الانطلاق وكذلك سورة الانطلاق. لاحظ هنايا سورة الانطلاق، طبيب يقيس ضغط الدم عند مريض، إذا كيقيس له ضغط الدم. نعم، قرأ هذه الوضعية. خضع أمين لفحص طبي باستعمال أداة لقياس الضغط الدموي، فتساءل عما قام به الطبيب. إذا شنو خضع أمين؟ خضع لفحص طبي، إذا فحصه الطبيب باستعمال واحد الآلة أو واحد الأداة. هذه الأداة هي هذه اللي كتشوفوها هنا، أداة لقياس الضغط الدموي باش عرفوا الضغط واش هو مزيان ولا لا، ضغط ديال الدم. فتساءل عما قام به الطبيب، وبدأ يتساءل شنو دار الطبيب، علاش دار لي هذه الآلة، شنو كيديروا بهذه الآلة، إلى غير ذلك. إذا هذو هما الأسئلة. إذا في نظركم شنو هو سؤال التقصي اللي غادي يجي مناسب مع الوضعية وكذلك مع صورة الانطلاق التي توضح قياس الضغط الدم؟ إذا كما عودتكم غادي نكتب لكم سؤال التقصي والفرضيات في ورقة مستقلة. إذا سؤال تقصي، إذا سؤال تقصي هو كالتالي: ما هي أسباب ارتفاع أو انخفاض الضغط الدموي؟ إذا حنايا ملي غادي نقيسو داك الضغط الدموي باستعمال الأداة، غادي يبين لنا واش هذا الضغط اللي هو طالع ولا ضغط اللي هو هابط. بالتالي السؤال هو: ما هي أسباب ماذا؟ أسباب ارتفاع أو انخفاض، إذن أسباب ديال الارتفاع أو انخفاض الضغط الدموي، ضغط الدم، صافي، إما نقولوا الضغط الدموي لا نقولوا ضغط الدم. بالنسبة للفرضيات، أفترض أن قلة النشاط البدني من أسباب أمراض القلب أو الضغط. افتراض آخر: تناول أغذية غير متوازنة. إذا أفترض أن تناول أغذية غير متوازنة يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض الضغط الدموي. افتراض آخر مثلا: من الممكن أن تكون لدى الشخص أمراض أخرى، يعني أمراض وحدين أخرين ما مداويينش، أمراض أخرى غير معالجة، أمراض أخرى غير معالجة. إذا هادو هما الفرضيات، غادي نتكلمو وغادي نعرفو واش هاد الفرضيات صحيحين ولا خاطئين باعتمادي ركن أتحقق. إذا انتبهوا معايا، أتحقق، جو فيغيفي. النشاط الأول: أكتشف بعض أمراض القلب والأوعية الدموية وأعراضها من خلال قراءة الجدول أسفله. لاحظ الجدول، إذا الجدول فيه ركن المرض، أعضاؤه وأسبابه. إذا المرض عندنا الذبحة الصدرية، تصلب الأوعية، ارتفاع الضغط الدموي، قصور القلب. بالنسبة للأعراض: أعراض الذبحة الصدرية، ألم حاد بالصدر، ضيق التنفس. بالنسبة لتصلب الأوعية: عياء وغثيان واضطراب البصر. ارتفاع الضغط الدموي: عندنا دوران وألم في الرأس وصفير بالأذن. قصور القلب: عندنا تعب، ضيق التنفس وسعال. إذن ندوزو للسؤال الثاني أو للنشاط الثاني: أحدد أسباب هذه الأمراض بنقل الحروف إلى المكان المناسب في الجدول. إذن عندنا ألف، باء، جيم، دال، وهاء. غادي نحاولوا نديروا السبب اللي جعل هذا المريض يمرض بالذبحة الصدرية. واش هو السمنة وسوء التغذية؟ واش هي قلة النشاط الجسماني؟
ولا إدمان التدخين والمخدرات وجراثيم ومواد سامة أو لا أمراض أخرى غير معالجة. بعد خصنا نتفاهموا على واحد المسألة مهمة جدا واللي كتأدي لعدة أمراض، وهي قلة النشاط الجسماني. وبالتالي النشاط الجسماني أو قلة النشاط الجسماني ممكن نكتبوا هذا الحرف هذا بالنسبة للأمراض كاملين، ب ب ب. علاش؟ لأنه إلا ما درتش حركات، ما تحركتش، ما جريتش، يعني ما كاينش واحد النشاط ديال الجسم، وبالتالي ممكن يؤدي بيا إلى جميع الأمراض اللي ممكن تصوروه. نعم، عندي الآن الذبحة الصدرية. الذبحة الصدرية من أهم أسباب ديال هاد الذبحة الصدرية، لأنه إلا شفنا الأعراض عندنا ألم حاد بالصدر وضيق في التنفس، وبالتالي الذبحة الصدرية غادي نشوفوا إدمان التدخين والمخدرات. نعم، إدمان التدخين والمخدرات من أهم أسباب الذبحة الصدرية. ماذا أيضا؟ ممكن نلقاو كذلك أمراض أخرى غير معالجة. نعم، حتى هاد أمراض أخرى غير معالجة يمكن نضيفها بالنسبة لجميع الأمراض. نعم، لأنه الإنسان كتكون فيه مجموعة من الأمراض الأخرى وما كيكونش عارفها، لذلك ملي كتراكم كتعطينا هاد الأمراض الخطيرة. ندوزو الآن إلى تصلب الأوعية. تصلب الأوعية، واش السمنة وسوء التغذية هي السبب؟ واش قلة النشاط الجسماني؟ ولا إدمان التدخين والمخدرات؟ جراثيم ومواد سامة؟ أمراض أخرى؟ إذا ممكن نخليو فقط قلة النشاط الجسماني وكذلك أمراض أخرى غير معالجة. نمر إلى ارتفاع الضغط الدموي. ارتفاع الضغط الدموي للأعراض ديالو هو دوران ألم في الرأس وصفير بالأذن. هذا الأمر واضح جدا، وهي السمنة. ممكن السمنة تكون سبب لارتفاع الضغط الدموي. نسبة لقصور القلب. قصور القلب اللي من الأعراض ديالو التعب وضيق التنفس والسعال. دال جراثيم ومواد سامة. جراثيم ومواد سامة، هذا هو المرض، هذا هما أعراضه، هذا هما أسبابه. ندوزو الآن إلى question suivante. Suivez avec moi. Je détermine quelques mesures préventives contre des maladies cardiovasculaires en mettant une croix dans les cases convenables. شنو غادي نديرو هنا؟ غادي نحاولو نحددو بعض القياسات. قياسات ديالاش؟ بريفونتيف، يعني الوقائية، كونتر، ضد الأمراض القلب والشرايين أو أمراض القلب والأوعية الدموية. أون ميتون أون كخوا، غنديرو علامة في الإطار المناسب. هنا عندنا فيمي، التدخين واش هو من القياسات اللي الوقائية؟ بالعكس، هذا مسبب. كونسومي أن غوبا تخي فاريي، أغذية متوازنة. إذن هذا بين القياسات والحوايج اللي إلا درتهم غادي نحافظ على راسي من أمراض القلب والشرايين. نعم، مونجي دي ساندويتش، يعني الأكلات الخفيفة، هنايا بالعكس مسبب بحال فيمي. فار دي زاكتيفيتي سبورتيف، هنايا إلا درنا حركات أولا درنا نشاط جسماني رياضي، لأن نفس الشيء غادي نحافظوا على الجسم ديالنا من الأمراض. دابا غادي ندوزو الأستخلص. أستخلص غادي نكتب معاكم الملخص على الورقة المستقلة، تابعوا معايا. نعم، إذا أستخلص، بالنسبة للملخص، إذا أستخلص أمراض القلب متعددة، حنا كما شفنا الفوق في ديك الجدول، ومضرة بالصحة، ومضرة بالصحة، أن المصاب بالقلب راه الصحة ديالو على قدها، صعيب الحل. لذا يجب، يجب ماذا؟ يجب تجنب أسبابها، أسباب هذه الأمراض. إذا إلا عرفت الأسباب خصني نتجنبها، بحال مثلا أكل الأكلات الخفيفة، خصني ندير الرياضة، خصني أكل متوازن ومغذي إلى غير ذلك ومتنوع، وتبني سلوكات. إذا خصني نتبنى واحد السلوكات اللي هي وقائية، كممارسة الرياضة، ممارسة أنشطة رياضية باستمرار، وتناول أغذية أو تغذية سليمة، ومتوازن. إذا أمراض القلب متعددة ومضرة بالصحة، لذا يجب تجنب أسبابها وتبني سلوكات وقائية كممارسة أنشطة رياضية باستمرار وتناول تغذية سليمة ومتوازنة. نعم، ندوزو الآن أطبق، تابعوا معايا. أطبق، جابليك، أطبق. النشاط الأول الأنشطة الرياضية والتغذية المتوازنة
تساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. إذا الأنشطة الرياضية، إذا درت نشاط رياضي وتغديت ولا كليت أغذية متوازنة وسليمة، تساهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. نعم، إذا نفس الشيء هنا، هذه أغذية كونسومي أن غوبا تخي فاغيي إي فيغ دي زاكتيفيتي سبورتيف. إذا صحيح أو خطأ؟ صحيح، من طبيعة الحال صحيح. إذا صحيح. Ndouzou l'an, la deuxième question. La circulation sanguine est représentée correctement par un seul des trois schémas suivants. Donc, قالك الدورة الدموية كتبين أو لا كتبان في واحدة من هاد الخططات هادو. الخطط الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. لاحظ هنايا الخطط الأولى شنو فيها؟ فيها لو كور القلب دي موسكل اللي هما العضلات، لي غان اللي هما الكلي، وبومون اللي هما الرئة. أول شيء القلب لي غان اللي هما الكلاوي ما عندهمش علاقه بتاتا بالرئه، بالتالي لو كور سيكون في لو سونتر، القلب خصو يكون في لو سونتر ديال داك التبادلات، صافي خصو يكون في لو سونتر، يعني ما خصوش يكون هكا. اذا هنايا الشيما الثانيه صحيح، هاي ها القلب. لاحظوا هنا لي غان ما عندهمش علاقه بلي بومو، لي غان كيدخلوا لو كور ولو كور كيدخل ليهم العضو ديالو. نفس الشيء بالنسبه لي موسكل اي لي بومو، داكوغ. لو كور اي سيتويي ou situé au centre. Donc il y a une relation avec tous les organes, d'accord ? كاين علاقة ما بين القلب، كاين عنده علاقة مع جميع الأعضاء، بالتالي هنايا هذه خطأ. هنا ما عندوش مع جميع الأعضاء، عنده مع لي موسكل مع لي بيمون، فينا مع لي غان. نفس الشيء هنا، إذا الصحيحة هي هذه، d'accord ? Donc 3 ديرو 3 justification. Donc lequel des 3 schémas est correct ? C'est 3. Non non, c'est 2 pardon. C'est 2. Non, c'est 2. Pourquoi? Donc, je dois justifier la réponse. Car le cœur est situé au centre. Et il a une relation avec tous les organes. وعندو علاقة مع جميع الأعضاء. وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص كتاب المتعلم والمتعلمة من هالنشاط العلمي، صفحة 16. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.